شلون يعني ما بتعرفي؟ سيدي القاضي، يعني هل من المعقول انه زوجي في العالم كله ما بتعرف زوجها وين بيروح ولا بمين بيلتقي؟ وخاصة إذا كان زوجها شخصية عامة وبيشتغل بالإنتاج التلفزيوني تحديدا؟ ما بعرف شيء. على ما يبدو يا سيدة ميرنا، لازم ذكرك إنك حلفت اليمين وإنك بمقام المحكمة، يعني ما في مجال للكذب أبدا. سيدي القاضي، ماني شايف أي مبرر لهذا الضغط النفسي اللي عم يمارسه زميلي على الشاهد. سيدي، الشاهدة عم تكذب، وأنا أرجو من مقام المحكمة تطلب موبايلها منا، لأنه رح تلاقي عليه كتير فضايح للمخدوش. شو يا مدام ميرنا؟ نطلب تسلمي موبايلك ولا بتحبي تحكي لنا؟ سيدي، شو بدي أحكي؟ أنا أكبر غلطة بحياتي عملتها أنه تزوجته لمازن. سكوت! تفضلي كملي. شو بدي أحكي أكتر يا سيدي؟ أنا نفسي وحدة من ضحايا لمازن، وأصلاً لو ما كنت حامل وأهلي عددوا ما كانت تجوزني. ميرنا، كم سنة إلك متزوجة مازن؟ يعني حوالي 4 سنين. ميرنا، حكي لنا بهداك اليوم شو صار معك، يوم اللي انقتل المغدور مازن، من الصبح لوقت اللي دريتي بخبر قتله.